وإلى التذكير من جديد بأهم وأبرز العناوين. الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية يحذر السياسيين من تكرار سيناريو 2003 بسبب تخندقاتهم الضيقة والعلاقات غير المتوازنة. محافظ صلاح الدين يقدم للجنة إعداد الموازنات مقترحات لتعظيم الموارد وجذب رأس المال الخاص وتحسين واقع الكهرباء. محافظ صلاح الدين يفتتح دارا للقضاء وقسم للتعويضات ومنشآت أخرى في الطوز وسليمان بيك، ويرفض تسييس السلم الأهلي وعودة النازحين. الحلبوسي يتضامن مع وثيقة الصدر للإصلاح السياسي والأمني والمجتمعي، ومجلس العلاقات الخارجية الأمريكي يدعو لاستمرار دعم الكاظمي. ختام النشرة، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.